محطتنا الثابتة ببيروت لقاء حول موضوع اجتماعي تربوي، واليوم موضوع جديد بتختاره ضيفتنا المتخصصة المشهورة التربوية والاجتماعية نادية بدران. أهلا وسهلا فيك نادية. مساء الخير. مساء الخير نادية. يعطيك العافية، من أسبوع لأسبوع بنشتاق لك. نادية، اليوم اخترت تحكي عن موضوع كتير مهم وهو كيفية الانخراط بفريق خاص. قبل ما ندخل بالتفاصيل، ليش كل إنسان لازم يكون هيك، يكون فاعل خلينا نقول بفريق معين؟ نعم، أول شيء لأنه الانتماء هي حاجة كتير كبيرة وحاجة أساسية بحياتنا وحياة كل الأشخاص من أي عمر معين. يعني من عمر 3 سنين أول فريق بيفوت فيه الولد أو البنت الصغيرة هو بالمدرسة، بيتعرفوا على مجموعة الأولاد بقلب الصف، هيدا أول مجموعة بالنسبة لإله بفوت فيها. لكن هو كتير مهم هيدا الموضوع لأنه كلنا بحاجة نشعر بالمحبة، نشعر بالحب، الانتماء، وهذا الشيء بعزز لنا ثقتنا بنفسنا وقتا منكون مننتمي لمجموعة أكبر، وخاصة أنه المجموعة بتصير تحمي الناس يلي بينتموا لها. طيب كيف ممكن نختار الفريق الملائم لنا وعلى شو لازم نتكل؟ نعم، هو بحسب أول شيء الهدف. نحن يعني من الأساس نحن بدنا نعرف ليش بدنا نفوت بهيدا الفريق مش بالتاني. يمكن اهتمامات شخصية، يمكن تكون العلاقة بعلاقات اجتماعية جديدة، ممكن تكون لها علاقة بهواية معينة، يمكن حابين نعمل رياضة مش هيك بنقي هذا الفريق مش غيره، أو يمكن هذا الفريق مشهور كتير ونحن منحب نكون مشهورين بقى مننتمي حتى نتمثل بهذا الفريق. لازم يكون بيشبهنا الفريق نادية؟ في كتير معايير لأنه نحن نختار هذا الفريق مش غيره. أول شيء بده يكون مش هو بس يشبهنا، يمكن أنواع العلاقات يمكن الأنشطة يلي بقوم فيها ممكن أنها تكون بتهمنا. ثانيا يعني كل فريق له معايير معينة وله خصائص معينة وله شروط لحتى نقدر ننتسب له أم لا. وهون عم نحكي مش ضروري يكون فريق ضمن عمل، يعني في يكون فريق بعمر 8-7 سنين، يكون فريق فوتبول أو يكون فريق رقص أو يكون فريق تنعمل عمل اجتماعي بقلب منطقة معينة أو بقلب المدرسة. يعني فينا نكون عم نحكي بأي عمر معين. هلأ الأنشطة اللي بقوم فيها الفريق يمكن هي بتكون النقطة الأولى الجذابة لنا، وعلى هالأساس مندخل أو منحاول إنه نختاره بيكون هو بيجذبنا. وكتير مهم يعني وقتا منكون نحن عم نختاره نفكر أول شغلة نحن شو بدنا مزبوط، لأنه أول شيء المظاهر أوقات كتير بتغشنا. يعني في قصص كتير خارجية بتكون معروفة عن المجموعة، أول ما مندخل فيها منشوف أنه لا مش مزبوط، مش هيك أنا كنت مفكرة ومش هيك شايف. لأنه دايما في قله دايما الفريق وجهة خارجية الكل بشوفوها يلي هي الوجهة الاجتماعية يلي بحب الفريق يظهر فيها، بس جوا شو بصير ضمن الفريق ما حدا بيعرف إلا وقتها بيدخل فيه. وهونيك ببلش الشخص يقول هل أنا قيامي يمكن أخلاقي تربيتي بتسمح لي الأهداف يلي مينيموم أهدافي. بس تعرفي نادية، بس حكيت عن المظاهر الخارجية يمكن تكون محفزة أو بتخليك تختاري هالفريق، يمكن يكون العكس المظاهر الخارجية كتير ضعيفة ما حمستك على هالفريق، بس إنه مزبوط. بالحظ أو بارشاوس إنه دخلت على الفريق مزبوط بعد أهم صح. ويمكن أوقات أصحاب لقلنا ضمن الفريق بشجعونا أنه نفوت عليه بوقت اللي نحن منكون كتير مترددين، بس منقول خلينا نجرب منفوت أول مرة يا منبقى. مش خسارة التجربة حتى لو كان الفريق اخترناه يكون بالعكس كتير مهمة. هيدي خبرة كتير أساسية بالحياة، وأكتر شيء مهم نعرف ناخد القرار. يعني ليه بدنا نفل، شو الأسباب المزبوطة اللي خلتنا نترك هيدا الفريق، لأنه هيدا بخلينا كمان نكتشف نحنا شو ميولنا وشو هن مزبوط اهتماماتنا والفرق بيننا وبين غيرنا. وأهم شيء وقت بدنا نترك أي فريق نطلع بطريقة مهذبة، يعني ما نترك الفريق نبلش نحكي عنه في عداوة. طب ليش مرات بتجمع أو بفريق معين تحس في هيك نفور او رفض لاحد المنتسبين؟ اي اكيد، لانه مثل ما قلت في معايير معينه للفريق، اذا واحد ما بيلبي هول المعايير ما بيقدر يعترف فيه انه هو عضو ضمن الفريق. وقت بنفوت على اي فريق في لها شارت، يعني في مثل وثيقه بيمضوها الاشخاص او بيعترفوا فيها وبتصير هي مثل الهويه الاجتماعيه تبع الفريق. بقى ممكن هذا الشخص يفوت بالاول، واوقات في بعض يعني بعض الاشخاص بتفوت بتكون كبيرة
كبش محرقة مثل ما منقول بالدارج، كبش محرقة بقلب بقلب المجموعة، بصير أي مشكلة صارت بحطوا الحق على هيدا الشخص. بقى ممكن أوقات يكون في ناس ضعفة موجودين صح. يعني شخصيتهم ضعيفة وما بيعرفوا يعبروا عن شخصيتهم موجودين بقلب هالمجموعة، مثل حيالله مجموعة كمان. بقى ممكن هيدا الشخص بمرحلة معينة هو يحس إنه هو ما عم يتماشى معهم، أو العكس المجموعة تشوف إنه هو ما عم بيلبي له رغباته، يمكن تضطر المجموعة تطلب من أعضاء الفريق يقوموا بعمل معين، هو ممكن يشوفه أقوى من أعضاء الفريق، من هيك يمكن يتنافس هو والقائد تبع المجموعة، لأنه بكل مجموعة في عنا عدة شخصيات، يعني في بيبقى القائد، في الشخص العطول مساند للقائد، في الشخص يلي كتير خجول ما بيفرض حاله، بياخدوا هن قرارات عنه وبيقمعوا، هيدا غالبا ما بيكون الشخص العنيد العنيد أو شدلت علي العنيد لأن أنا عنيدة في كتير في كتير شخصيات ضمن المجموعة، بس لكل شخصية في إلها دور بيكون دور كتير أساسي، لأنه دايما عمل المجموعة بيكون ناجح مما كان يكون قام فيه. يعني دايما يعني المجموعة نجاح أي عضو بالمجموعة بدل على نجاح المجموعة ككل. أكيد. طب شو بتقولي عن كمان يمكن إذا أحد الأفراد المنتسبين لهالفريق عم بيحاول يقلد عضو من أعضاء أكيد، وهي كتير بتصير، وخاصة بقلده الليدر بقلب المجموعة، بصير إذا شي مرة غاب الليدر بصير كلهم بدون يعملوا الليدر، وهون بتفرط أو بيعملوا مشكل بقلب المجموعة. عم ضحكهم عم تتذكروا إيش معي لحظة أكيد بيكون في حدا عم يتقلد، وخاصة بيتقلدوا الشخصية يلي هي أقوى ويلي هي الصورة لهالمجموعة المعينة. في شغلة كتير مهمة، أوقات المجموعة بتكون منا جيدة وكتير سلبية وبتقوم بأعمال عنف وأعمال تخريب أوقات معينة ومأزية، بس إذا بترجع لكل شخص بقلب المجموعة هن منهم مأزيين وعنيفين، بس لحب الانتماء ولحب إنه هن ما يكونوا مرفوضين اجتماعيا ويكون لهم دور ويبرزوا شخصيتهم، بحبوا انه يفوتوا على هالمجموعة. واوقات المجموعات يعني في يعني كلنا بنعرف في بعض الشخصيات ان كان بالمدرسة بالجامعة بالشغل، في شخصيات كتير سوسيال كل الناس بتعرفها بتحبها مشهورة كأنها، وفي اشخاص تانية لو بروفايل اكتر منها، وهذا شيء طبيعي موجود بكل شيء بالحياة. بقى هالشخص هالهاي بروفايل بيكون مش ضروري يكون منيح، في اوقات يكون بيقوم باشياء عدائية واشياء عنيفة بس بخافوا منه، مشان هيك الناس بترضخ له. بس هيدا الشخص بالذات في حال شي يوم فل عن المجموعة ما بعود يقدر يرجع خلص، يعني الناس بتكشفوا على حقيقته، يعني بمطرح معين اذا استضعفوه ما بعودوا يتقبلوا منه اي شيء اي كلمة. طيب نادا كيف ممكن ان تنمي روح الانتماء الى فريق معين؟ روح الانتماء للمجموعة بتصير بقواعد المجموعة، يعني بيكون في قواعد معينة كلنا بنمضيها، بأنواع الأنشطة اللي بتقوم فيها المجموعة، ويمكن ديناميكية المجموعة، يعني كيف الناس بتتعامل مع بعضها، كيف بتحترم بعضها، كيف بيكون في ثقة. إذا نجح عمل معين ما بيقولوا هيدا الشخص هو اللي نجح، لا الجروب كله اللي المجموعة كلها باسم المجموعة، وفي احترام لكل شخص بقدر ما هو عطى ضمن المجموعة، هيدا يلي بعزز روح المجموعة وبخليها تكون معروفة أكتر ومحترمة من الأعضاء وبيعطيها صيت حلو. يمكن هيدا بخلي بعض الأشخاص يحبوا ينتسبوا لهالمجموعة مش غيرها، لأنه الصيت تبعها بيكون سبقة، لأنه المجموعة هي هوية، يعني هوية الاجتماعية تبعنا كلنا، مش هي صورة صورة نعم. أكيد أكتر. نادية، هل يمكن رفض بعض القوانين أو الشروط اللي بتكون تابعة لهالمجموعة أو لهالفريق من قبل الشخص المنتسب لهالمجموعة، وشو انعكاسات هالأمر عليه؟ أكيد، مشان هيك أوقات كتير يمكن منشوف مجموعات بتنقسم بتصير مجموعتين بعدين، مثل بكل شيء كان على المستوى يمكن السياسي الاجتماعي أو حتى بالعمل الاجتماعي، بيكون في عندك جمعية بعدين بصيروا جمعيتين بس هي كانوا بنفس المجموعة بعدين صاروا مؤسستين تنقول، هو إذا عم نحكي على مستوى أعلى. مستوى الشبيبة تنقول مراهقين بفوتوا بهدف معين، وقتا بفوتوا لجوا بحس بعض الأشخاص يمكن عندهم في عندهم هالشعور بالليدرشيب، في كتير أشخاص عندهم شخصيات قوية ما بيقدروا ينقمعوا، ما بقى بيقدروا يتحملوا يكون في ليدر واحد فوقهم، هن بدهم ياخدوا المبادرة الدور. وإذا ما كان في مبادرة
إدارة مزبوطة وما في إذا بدك تسهيل لعمل الفريق بطريقة إيجابية، هالأشخاص بيلاقوا حالهم ما بيقدروا بقى ينساعوا لهالقوانين، ممكن ينسحبوا ويعملوا مجموعة أخرى بالقوانين يلي لقيوها إنه تشبههم. يمكن ثلاثة من هالمجموعة يفلوا يجمعوا ثلاثة غيرهم ويعملوا مجموعة تانية، لأنه تنقول إنه في مجموعة لازم يكون الأشخاص بين ثلاثة لست أشخاص هو لمجموعة إيديال يعني تبقى مسلة. طيب ناديا، على أي أساس بيكون مثلا هيدا الليدر بهالجروب هيدا؟ مين اللي بيقول إنه هيدا هو الليدر رح يكون؟ هن الولاد بين بعض بيقرروا؟ ايه، وهو شخصيته اللي بتسبق يعني، وهو يلي بيفرض حاله، واوقات بيخافوا منه او بينجذبوا لإله، هن كلهم بيكون هو عنده كاريزما معينه بيقدروا، حتى بعمر كتير صغير ممكن يكون هو اكيد يعني، في اولاد يبقوا من عمر 3 سنين بقعدوا اصحابهم بصيروا هن يعلمون، وهي بنشوفها بالصف الصغير بيكون هو ليدر، عنده هالشخصيه وهالاندفاع، واكيد نوع التربيه شو الدور يلي بياخده بالبيت كله هيدا الشيء بيسهل، ان كانوا بنات او صبيان بيلعبوا هيدا الدور، وما بيقبلوا يتراجعوا يعني، وكلمتهم كلمة. هلأ وفي الشخص الثاني يلي بتنافس مع القائد هو الشخص المحبوب، يعني ممكن القائد يكون مش محبوب بس يمكن شاطر، يمكن شاطر برياضة معينة، أو يمكن جذاب حلو كتير، أو عنده كاريزما كل الناس بتحبه، فيكون هو القائد، مش لأنه شاطر بالعمل يلي بتقوم فيه المجموعة، يمكن ما بيعمل شيء بس بنظر بيعطي أوامر وانت عمل هيك، بس القائد الناجح هو القائد يلي بيعرف يحترم الأشخاص اللي معه ويوزع المسؤوليات بطريقة محترمة. وفي شخصيات يمكن بتخلق تتكون قائد، في شيء بالفطرة وفي شيء بالتربية يعني. حلو كتير اللي قلتي نادية. خلاصة الموضوع، يمكن نصيحة أو معلومة يمكن ما ذكرناها نحن بلقائنا. هيدا يعني العمل ضمن مجموعة هو شغلة كتير أساسية ومهمة، غير أنه هو حاجة، هو أساسي ليعزز الثقة بالنفس عند الأشخاص. بقى كتير مهم نحن كأهل نقدر نخلي أولادنا من عمر صغير ينتسبوا لمجموعة، ونقدر نراقب كيف تعطيهم ضمن هالمجموعة، ما نخليهم يكونوا مقموعين، قدرين يعبروا، وإذا شي نهار ما عجبتهم المجموعة يعرفوا يقولوا لا، ويعرفوا يطلعوا منا ويدافعوا عن نفسهم 100%، لأنه هالمجموعة الصغيرة يلي تعودوا عليها على كبر بيقدروا ينخرطوا بطريقة أفضل بالمجتمع. أكيد. Thank you نادية. Thank you. أهلا وسهلا فيك نادية، بنشوفك أسبوع جاي إذا الله راد كمان مع موضوع جديد. أسبوع جاي أنا مسافرة. سافرة كمان. شغل. عمان. يلا بالتوفيق نادية، بنشوفك بخير إذا الله راد. قبل ما نتوقف مع فاصل علينا رح نشوف تقرير، وبريطانيا ننسي القانون يطبق على الجميع حتى على العالم.